يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. انقضت سبعه اشواط لياتي ثامن الاشواط، مذكرين مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بانطلاقه الفتره المسائيه التي سوف تكون بمشيئه الله وتوفيقه في تمام الساعه الواحده والنصف من ظهيره هذا اليوم، فكونوا مع الموعد ومع انطلاقه لقايا اصحاب السمو الشيوخ وهنا في اندفاعات خامس ايام هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي عهدي دبي حفظه الله ورعاه. الشوط الثامن خاص بالبكار، اللقاية 5 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لهذا السباق. نسير مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط لأجد هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام شعاري هجن الشحانية يتقدم من خلال تواجدي غند. هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك المهيري يتقدم ويقدم لنا العين في المركز الثاني. المركز الثالث هناك حربة هجن انتاج ام الزبار وزيد بن محسن بن علي بن انديلة يتقدم في عملية التضمير والتدريب، ووصلت هذه اللحظات ايضا القادمة في هذه الانطلاقات ايضا العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان يتقدم هناك ايضا من خلال هذا التواجد ويتقدم في عملية التضمير والتدريب. هناك يمعة بن عتيج الرميثياتي في هذا الاندفاع المميز والمقدمة هنا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت هملولة لهجن الرياسة هناك تتقدم من خلال او هذه الشاهينية لهجن الرياسة القادمة في هذه اللحظات يتقدم في هذا الاداء المتميز والرائع. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ياتي شعار هجن الرياسة ومع المجاز محمد نعتيق من زيتون المهيري يقدم لنا الشاهينية، خذت المركز الثالثة والرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس هناك ياتي شعار هجن ايضا العاصفة وغياث الهلالي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التميز الجميل والرائع. ايضا تاتي في المركز السادس ايضا هجن انتاج ام الزبار القادمة بكل قوة والقادمة بهذه الانطلاقة، خذت المركز السادس. إذن الوصول والدخول من هجن انتاج ام الزبار مع حربه يتقدم زيد بن محسن بن علي بن الديلة وصل خذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع وصلت الشاهينيه لهجن الرياسه سعيد بن مظفر بن محمد العامري القادم مع هذه الانطلاقه وهملوله القادمه في اندفاعات. المركز الثامن لهجن الرياسه سلطان بن محمد الوهيبي، وصلت هجن الشحانيه الذهبي سالم بفاران المري يتقدم قدم من خلال هذا التواجد. هبايب هبايب لهجن الشحانية، هبت الهبايب مع هجن الشحانية. ايضا القدوم من سحابة هجن انتاج ام الزبار حمد بن محمد بن علي الجرحب، هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة، عودة الى المركز الاول والمقدمة الاولى. هذه غند هجن الشحانية جار الله بن محمد وطالب بن عقيل يقدم لنا البرنس هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة على المركز الاول، بينما هبايب في المركز الثاني. هجن الشحانية يتقدم الذهبي سالم بفاران المري، والمركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع وصلت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان وعوض بن مبارك المهيري، دخول من ايضا الشاهينية غيرت الى المركز الرابع لهجن العاصفة غياث الهلالي يقدم لنا الشاهينية، بينما هجن انتاج ام الزبار معها حربة يتقدم
يتقدم زيد بن محسن، بن انديلي ياتي مع حربه في هذه اللحظات، ولكن هنا سحابه لهجن انتاج ام الزبار، حمد بن علي بن جرحب يصل في هذه اللحظات يقدم لنا سحابه في هذا الاندفاع، ولكن هناك ايضا القادمه في هذه اللحظات هملوله هجن الرياسه، يتقدم سلطان بن محمد الوهيبي ويقدم لنا هملوله هجن انتاج ام الزبار القادمه في هذه الاندفاع والقادمه في هذا التميز الجميل والرائع هنا من خلال هذه الانطلاقة. وصلت الشاينية لهجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري 1200 متر، بدأنا نقترب من لوحة الإعلان، لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة الكيلومتر المثير، عودة إلى مقدمة الشوط. هناك غند لهجن الشحانية، هناك هبايب لهجن الشحانية، غند يضمرها جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، وأيضا هبايب تضميرها مع الذهبي سالم فاران المري. وصلت أيضا هناك الشاهينية لهجن الرياسة وفي تضميرها هناك يتقدم محمد عتيق بن زيتون المهيري. هجن العاصفة، هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة واصلة أيضا تتقدم مع الشاهينية، وبتقدم هذا الاسم شوف الوصول الله القادمة أيضا هناك معالي لهجن الشحانية. سالم بفاران المري يصل مع معالي، يصل مع معالي، ولكن هجن العاصفة غيرت الصدارة. هجن أو هناك هجن الشحانية مع هبايب، هبايب على المركز الأول، هبايب على الصدارة، الذهبي، الذهبي يتقدم، سالم بفران المري يقدم لنا هبايب المركز الثاني، الوصول أيضا من هجن العاصفة مع أيضا الشاهينية، الشاهينية القدوم على المركز الثالث من حربة، هجن إنتاج أم الزبار، المركز الرابع سحابة، هجن إنتاج أم الزبار، المركز الخامس الشاهينية، هجن الرياسة، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة، هجن الشحانية، هجن الشحانية على المركز الاول على الصدارة مع هبايب، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بفاران المري على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مع خط النهاية. المركز الثاني شاهينية هجن العاصفة، المركز الثالث هجن انتاج ام الزبار، رابعا الشاهينية هجن الرياسة، وخامسا ايضا هناك هجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار معالي من حلت خامسا، هكذا النتيجة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نأتي بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة في هذا الشوط، حيث فازت هبايب لهجن الشحانية. سالم بفاران المري في التضمير، 7 دقائق و31 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة، 7 دقائق 32 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الغياث الهلالي. المركز الثالث كان الدخول من خلال 7 دقائق 33 ثانية 6 أجزاء من الثانية هي من وصلت حربة هجن انتاج ام الزبار. تهانينا لزيد بن محسن بن انديلة على هذا الفوز.